حذرت هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر من المفاخرة والمباهاة بمظاهر البذخ والتبذير خلال المناسبات والتي بدأت تنتشر بشكل كبير عبر مقاطع الفيديو، متوعدة أصحابها بالمحاسبة. نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. شاف 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 يا ولد، طناية. مقطع يقوم صاحبه بوضع النقود داخل دلة القهوة وهي تغلي على النار، مدعيا أن قبيلته تبهر القهوة بالنقود. آخر يقوم بغسل أيدي ضيوفه بدهن العود. مقطع آخر يقوم صاحبه بنفر الهيل وسط المجلس إكراما للضيف. هل هذه من عادات وقبائل هذه البلاد؟ أظن أن الإجابة لا، فلم نشاهد هذه المشاهد من ضمن عاداتنا في سالف العصر والأوان، ولم يظهر هذا الهياط كما يطلق عليه البعض إلا في السنوات الأخيرة، لتظهر هذه المناظر في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من البلاد من حولنا من الفقر والحصار وويلات الحروب. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بوسوم منددة بما يظهر في هذه المقاطع، وطالبت بمعاقبة كل من يقوم بهذه الأفعال تحت وسم انتشر بعنوان حتى لا تزول النعم. وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حذرت من مظاهر البذخ والتبذير التي بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متواعدة أصحابها بالمحاسبة. وقال مصدر مسؤول في هيئة بريدة أنه ستتم مناصحة من يقوم بهذا العمل، وتتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام في حال تكرر منه ذلك الفعل طبقا لصحيفة الوطن. يستاهل أبو بندر، يستاهل. الله يحييكم عقبان أخليت، هلا والف هلا، الله يحييك. والله والف نعم. شكرا لزملائك. طبعا انتهينا يعني شرطة الرياض اليوم ألقت القبض على الشخص اللي مثل تمثيل أنه يقدم يعني دم ابنه من أجل الضيوف. طبعا احنا نحترم كل القبائل في المملكة العربية السعودية حاضرة وبادية واتهامة أيضا، لكن في نفس الوقت هو قرروا يا تكونون مسلمين أو تكونون مهايطية، والحل في المنتصف أن الدولة تحط قانون. اللي يصير في استفزاز للجوعة والكرم في تاريخ الجزيرة العربية موجود، ولكن ليس بهذا الشكل، لأن أحيانا الزيادة نقصان والعكس صحيح. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو أو راح يكون معنا هاتفيا أو إذا لحق علينا حساس الوقت طايح في الزحمة مستشار الإعلامي صالح مسلم، ومعي في الاستوديو هنا المستشار القانوني والمحامي الأستاذ بخيت الغباش. أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا. عادة في الأمم أو في البلدان النامية أو المتخلفة أو التي تعاني من أفكار بالية الحل هو القانون. نعم صحيح. هو الفيصل. نعم صحيح. يعني حتى عشان ما يكون في مزاجية. وش وضعنا القانوني في مثل هذه الممارسات؟ دعني أنطلق بداية أخ الكريم، أولا مسي عليكم المشاهدين الكرام بالخير وأتمنى الجميع ليلة سعيدة إن شاء الله. بداية دعني أنطلق من أن الأصل في الأفعال الإباحة ما لم يقم نص يحرم هذا السلوك أو ذاك. وفي الدين الإسلامي نعلم أن هناك قاعدة تقوم على أساس حفظ الضروريات الخمس ومنها المال. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. من ناحية القانونية طبعا لا يوجد هناك نص يجرم هذه الأفعال تجريما صحيحا، ولكن أيضا من ناحية أخرى لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ممكن أن تقوم بالتوعية ونقد هذه التصرفات وإيضاح خطأها وبالتالي بيان التصرف الصحيح الواجب اتباعه من قبل العامة. إذن ما هو الحل؟ هناك ما يعرف في القانون الإداري بالضبط الإداري، وهذا الضبط تقوم عليه الدولة باعتبارها جهة الإدارة بحفظ هذا الضبط بمدلولاته الثلاثة التي هي الصحة العامة، الأمن العام، والسكينة العامة. هذه التصرفات بشكل أو بآخر ستؤدي إن استمر الناس التعاطي فيها، ومثل ما تفضلت أنه خاصة أننا نعيش حالة يعني بلدان مجاورة، يعني سوريا اليمن ليست منا بعيد، وما يعيشون الأخوان هناك من مجاعة نتيجة الظروف اللي يعيشونها. بالتالي هذه الممارسات قد تؤجج بعض الأنفس الضعيفة مما يوقد نار الحقد والضغينة في نفوس البعض، قد يؤدي هذا إلى اختلال أمني، إلى محاربة هذا الشعب بطريقة أو بأخرى، وبالتالي
يقوم على عاتق جهة الإدارة من خلال ما ذكرت قبل لحظات وهي مسألة الحفاظ على الضبط الإداري في ضبط هذه الممارسات ومعاقبة من يخالفها. قد يسأل سائل كيف ممكن أن تتدخل هيئة المعروف والنهي عن المنكر في ضبط هذه التصرفات بينما لا يوجد نص يجرم هذه الأفعال؟ نظام هيئة المعروف والنهي عن المنكر الصادر بمرسوم الملكي عفوا الرقم 73 في 16/3/1434 حدد على سبيل الحصر اختصاصات هيئة الأمر المعروف، وجاء هذا التحديد من المواد من السادسة حتى العاشرة، بدأ في المادة السادسة بقضية إنكار المنكر، ثم في المادة السابعة بالحيلولة دون وقوع المنكرات، مادة الثامنة أعطى لها حق الضبط، في المادة العاشرة حدد الآلية التي ممكن أن تتبعها هيئة المعروف من خلال المشاركة مع الجهات الأخرى في منع ما يعتبر من الممنوعات. جهة الهيئة أو جهاز الهيئة باعتباره الجهاز من ضمن أجهزة الضبط في الدولة وفق نظامه الذي صدر بالمرسوم كما ذكرت، يقوم على عاتق إنكار هذا المنكر، تمام. وهذا حقيقة يذكرنا بحديث نعمان بن المنذر كما ورد عند البخاري في حديث السفينة، يعني هؤلاء إن تركناهم سيخرقون هذه السفينة وسنغرق جميعا، وإن أخذنا على أيديهم فستسلم السفينة ويسلم من فيها بإذن الله. نعم. طيب، يعني إذا نحن أمام فقط اجتهادات شخصية. هي اجتهادات شخصية، نعم. الآن لا يوجد تنظيم، والآن يعني أتمنى على مجلس الشورى بحسب حكم أنه صاحب المسؤولية في تقرير مثل هذه النصوص، وكما قلت يعني نعود إلى أصل ثابت وهو الأصل في الأفعال الإباحة، لكن يجب ألا تتعدى هذه الأفعال المساس بأمن الوطن، بالسلم والأمن الاجتماعي، ألا تمس خطوط ممكن أن تؤدي في النهاية إلى كارثة لا تحمد عقبها. من اللي ممكن يحاسب؟ إمارات المناطق أم الشرط؟ نعم صحيح، الحاكم الإداري في كل منطقة هو يمثل جهة الإدارة وقمة الهرم الإداري في منطقته، وله الإشراف التام على كافة أجهزة الدولة الموجودة في هذه المنطقة أو المحافظة، وبالتالي كما ذكرت يعني من خلال الصلاحية التي أعطيت الجهاز الهيئة وفقا لنظامها الصادر في أمر 430 أن تحد من مثل هذه التصرفات، وأيضا المواطن يقوم عليه دور أساسي في مسألة التبليغ عن مثل هذه الممارسات، لأن حقيقة يعني ممارسات لا تمت والله لا إلى الأخلاق ولا إلى الفضيلة، ولا لأنه من الأخلاق والفضيلة والدين والكرامة أن تحفظ النعم ولا أن تستهتر بها بهذه الطريقة وتهان بهذا الشكل. نعم، يعني أبغى أعرف كيف شكلنا إحنا أمام أزمة مضايا اللي يشوفون العالم ولو يشوف مثل هذه الممارسات. أنا آخر ملف عندي راح نتكلم عن التصرفات المسيئة وللمملكة العربية السعودية خارجيا. عالميا هل فيه قوانين تضبط هذا الأمر مثل هذه الممارسات؟ يعني في نموذج قانوني ممكن؟ حقيقة بشكل عام يعني شخصيا لم أقف على قانون يجرم مثل هذه الأفعال في بلد من البلدان، ولكن كما قلت لك يعني أنه في كل بلاد الدنيا يقع على جهة الإدارة عبء الحفظ على الضبط الإداري من خلال مكوناتها الثلاث. زد على ذلك أن هناك في الدول الأخرى كما بدأت في بداية حديثنا هناك مؤسسات مجتمع مدني، هذه المؤسسات عندها دور فاعل في نشر الثقافة، في نشر الوعي، في رفع العبء عن أجهزة الدولة، في نقد بعض التصرفات، في تقويمها، في أمور كثيرة جدا. ولو وجدت هنا أعتقد جازما بأنه لنرى مثل هذه التصرفات تتعاطى بهذا الشكل وبهذه الصفاقة. نعم. طيب، وش الأولويات اللي ممكن تصير بسرعة؟ يعني لين يصير في تنظيم؟ يعني خطوط عريضة مثلا يعني شبه قانونية. والله شوف الآن يعني أعتقد كما قلت يعني أنه أن تتدخل إمارات المناطق بحكم الجهات المعنية، كل أمير في منطقته وكل جهاز في حدوده بتنظيم مسائل الأفراح، الإشراف من قبل هذه الجهات على قصور الأفراح، على قاعات التي تقام فيها مناسبات، بحيث أنه ما يكون هناك بذخ، ما يكون هناك إسراف بهذه الطريقة التي نراها، وضع تنظيم من خلال الجمعيات التعاونية مثلا على سبيل المثال بحيث أنها تشارك في إعداد هذه الأمور. أيضا مسألة يعني دفع الزواج الجماعي قدما بحيث أنه تقتصر التكاليف في مسألة الزواجات. المشكلة الكبرى أخي علي والمشاهد الكريم ليست في قضية الزواجات بقدر ما هي في المناسبات الخاصة، يعني المناسبات الخاصة وكأن كل إنسان هو سيد القوم الذي لا بعده سيد، يتصرف بهذه الصفاقة وبهذا السوء وبهذا. ماذا يمكن أن يقال عنا كمجتمع سعودي؟ ماذا يمكن أن يقال؟
يعني عدم مؤاخذة هو من حقه أن يمارس ما شاء بحرية شخصية، ولكن عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين لا يجب أن يقف. نعم نعم، شكرا لك المستشار القانوني والمحامي الأستاذ بخيتال غباش على حضورك معنا في هلا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.